أهلا وسهلا بكم. اليوم رح نسوي غرفة للرياضة بداخل البيت. نزلنا للسوق على مود نشوف شنو الأجهزة والخيارات اللي موجودة واللي ممكن الميزانية اللي أنتم حضريها تأهلكم أن تجيبوها بداخل البيت وتسوون جيم صغيروني. 2 فيت 2 فيت. عندنا اوبشن ثاني هنا هذول اثقل شوي، يعني تحس تقولهم صدق ما لجن. اتصور هذا $60 23 فيت. اتصور اروح وياها. يا الله، مثل ما تعرفون الشتاء عندنا بكندا جدا طويل ويتميز بقصر النهار وطول الليل. هذا الموضوع يخلي بعض الناس عندهم كآبة شتوية، فعلى مود ننتصر ونقاوم هذا الاكتئاب لابد أن نمارس الرياضة والأنشطة البدنية. ولا تصيرون مثلي وكل يوم تقولون باكر أبدي وباكر أبدي، لا، لازم تقررون البدء بالرياضة. هذا اللي أدور عليه، هذا التريدميل، هذا ممتاز. نتوكل على الله وناخذه. استقيل هذا شيء شيله أولي يا أبا. الحلو بيه يصير فولد، يعني يتصفط. ممتاز. السعر أختار العتب. احنا بمرحلة شلون نشيل هذا البوكس الكبير اللي لو تنقلب الدنيا ما راح احد يقدر يشيله، شلون نشيله ونحطه بهاي العربانة. راح نحاول انا وياكم ان نبحث عن نمط حياة صحية وداعا للخمول وقلة النشاط البدني. طبعا لانه كبير قررنا انه نفتحها هنا بهذه البان. يلا بسم الله. الآن إحنا بالفان وراح نحاول نفكفوكه وننقل أجزاء أجزاء من البيت، الغرفة، الجيم. بدأ مستر أوليفر يحس أكو شي جديد راح يجي للبيت، فبدأ يشمشم ويريد يعرف شنو القصة. التمارين الرياضية مهما كانت هوائية بسيطة خفيفة هي جدا مهمة لجسم الإنسان وفي مختلف مراحل حياته. راح أحاول أذكركم بأشياء بسيطة جدا تعلمناها من كنا بالمدرسة الابتدائية، إنه شقد درس الرياضة مهم بتقوية العظام. هذه الرياضة تقلل من نسبة الدهون بالدم، هذه الرياضة تحسن من ليونة العضلات والمفاصل، هذه الرياضة تعزز صحة القلب خصوصا لكبار السن. ومن فوائد الرياضة أيضا تحسين عملية التنفس، يعني هاي صحة للرئة. تمارين التنفس جدا 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 مهمة، أرجوكم أن تبحثوا عنها وتتعلموا طريقة التنفس الصحيحة وعلاج كثير كثير من التشنجات اللي تصير بجسمنا، هي بس أعرفوا شلون تتنفسوا. صدقون إنه الرياضة تساهم برفع مناعة الجسم، يعني كريات الدم البيض عندك تنشط وتقوى، والرياضة تسيطر على وزنك. وأخيرا وليس آخرا، الرياضة تحسن المزاج وتعدل الحالة النفسية، وهذا المهم. Thank you.
الآن مثل ما تشوفون فتحنا كل شيء من الأكياس ورح نبلش بمرحلة التركيب. حبيت أراويكم هاي المرحلة الأولى. يلا نرجع للشغل. الآن تقريبا نكمل ويانا تركيب الجهاز، بعدنا بس هذول الدول الصغار ويخلص ويانا. وهذه الأجواء واو، راح تصير عندنا غرفة الجيم جاهزة. حلو الشعور هيجي. والحمد لله انتهى ويانا السيت اب لجهاز الجيم الجديد، وصار عندنا جهازين، واحد قديم وواحد جديد. وهذه النتيجة النهائية، تقريبا النهائية للغرفة المتروكة اللي موجودة جوا البيت. شوية زرع وفنجان القهوة الصباحي طبعا. ما شاء الله الزرع حب المكان ومرتاح بيه، وجهة للرياضة والجيم. إن شاء الله يصير أكو فرق بالوزن، وبهالشكل رح ننتصر على الثلوج بكندا، لأن القعدة بالبيت رح تطول، ولازم نكيف نفسنا ونهيئ روحنا لمحاربة الشتاء الطويل بكندا. يا ريت انتوا ايضا تشاركوني بافكاركم واخباركم، وشلون تقضون الشتاء عندكم ببلدكم. يا ريت تذكروا لي اسمكم، عمركم، من اي بلد تتابعوني. شايفين ايش قد حلو المنظر اللي صار قدامي، مع انه كانت هذه الغرفة مجرد مخزن متروك ومهجور. سويتها بالفيديو السابق حديقة صغيرونة وزرع، على مود نكسر من حدة البياض والثلوج اللي عندنا. بالمناسبة اليوم اجتنا عاصفة ثلجية بولايتنا، بحيث حتى المدارس عزلت وقالوا ماكو طلعة من البيت ممنوع، لان بيها خطورة على حياتكم. حابة أذكر كم شغلة صغيرة بالنسبة لهذا الجهاز. هذا الجهاز بيفد دقمة حلوة، يرفع الجهاز وكأنه أنت دا تركضي أو دا تمشي على تلة على علو، وأهل الرياضة يفهموا إيش قد صعب هذا المشي راح يكون. الحلو بالجهاز أكو فان، أكو مروحات اثنين، حلو تنطيك برودة شوي. منظر الزرع حلو قدامي. وهذه المات الخاصة للتمارين، مثلا اليوغا، وأمورة شكلها حبتها. شكرا أوليفر، ما تركني أبد طول الرحلة بتجهيز هذه الغرفة. شكرا لكم وشكرا لمتابعة قناتي.